تالت. ندب الى الشمال والى مطروح. سياده اللواء علاء ابو زيد محافظ مطروح. سياده اللواء مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، اهلا وسهلا بك. اهلا بيك. يعني هل لديكم حصر بالاراضي المتعدى عليها في محافظه مطروح؟ طبعا في حصر، طبعا الحصر ده موجود من زمان جدا، واحنا في اعمال هنشوفها كده النهارده، اعمال يعني ازاله التعديات. شغالين بقى لنا عامين شغالين بالجيل، طبعا بعد احداث الثوره والانفلات وكل ده. لا بعد احداث الثوره انتوا كان عندكم تعديات ايه كتير جدا. طبعا طبعا، ولكن برضه انا عايز اقول حاجه، يعني حاجه مهمه جدا. انا سامع كنت بتكلم على موضوع تعدد الولايات. احنا ما عندناش مشكله في ده برضه، يعني انا كان في عندنا مشكله مثلا في منطقه راس الحكمه مؤخرا. طبعا ارض طلع لها قرار من سنه 2008 تقريبا لصالح هيئه التنميه السياحيه، وتركت الارض لصاحب بتاعه الولايه، وحصل تعديات طبعا عليها، تعديات لا طائل لها ولا حصر لها. ولكن لما طلبتها جهه الولايه احنا يعني استجبنا وخلصنا الموضوع في اريحيه عاليه جدا مع اهالي المنطقه الغربيه. اذا احنا ما عندناش اي مشكله في تنفيذ اي قرار لصالح الدوله، وتعليمات السيد رئيس الجمهوريه واجبة التنفيذ وبدون تفكير. طيب حجم التعديات قد ايه يا فندم عندكم في مطروح؟ في طبعا في تعدي حجم تعديات طبعا على مستوى المراكز بالكامل. احنا محافظه مطروح فيها 8 مراكز، كل مركز فيه طبعا حجم تعديات مع الداخليه ومع اخواتنا المسلحه. بنطلع حملات تجهيز الاجالات، وبتتم بشكل هادي جدا. في بعض الاحداث احنا ما بندخلش خالص داخليه ولا اخوات مسلحه، وبنتعامل انا شخصيا مع ابناء مطروح وبنحل الموضوع بشكل ودي. يعني خليني برجع اسال تاني، حجمها قد ايه؟ يعني الحصر، حضرتك بتقولي ان في حصر، حجم التعديات في اكتر من 3500 تعدي، في حصر. لا بالفدان يا فندم، بالفدادين كده. لا بالفدادين في طبعا مساحات كبيره. وبعدين بس انا عايز اوضح لك كام، يعني يا فندم كام؟ هرد لحضرتك يا استاذ بليز ثانيه واحده. اتفضل. المحافظات الحدوديه لها طابع خاص، بمعنى ايه؟ ان القبائل لها وضع على الارض. الموضوع ليه مش موضوع ان انا باني او حاطط ايدي على اراضي وعامل مشروعات، لا، الوضع في الساحل الشمالي او في المنطقه الغربيه او في شمال سيناء او في جنوب سيناء وضع مختلف بخلاف محافظات عمق الدوله، لان القبائل العربيه هي مسيطره على الاراضي وهي لها وضع ارض على يعني القبائل هي اللي حاطه دي على الارض، لكن لا يتعارض هذا اطلاقا مع مصالح الدوله. وعلى سبيل المثال مثلا ارض الطاقه النوويه بنتكلم في مساحه 17000 فدان، كل ده القبائل سابته للقوات المسلحه والاداره المصريه لبناء مفاعل الطاقه النوويه وغيره وغيره. اذا الموضوع بالنسبه لمطروح ليه معامله خاصه، واحنا قادرين على حل اي مشكله وتنفيذ رئاسه الرئيس. يعني غير الطاقه النوويه، يعني ما الطاقه النوويه هذا مشروع قومي طبعا، فربما يعني اكيد كان في مجهود، ولكن الدوله كلها فعلا كانت متضافره، لكن هل في تعدي على اراضي تانية على البحر مثلا؟ هل في طبعا في مثلا لو جينا نتكلم في مساحه 13000 فدان لصالح هيئه التنميه الزراعيه، في منهم حوالي 8000 منزرع، وده تم تجنيبهم لانهم شجر مثمر، واتفقنا مع هيئه التنميه الزراعيه اما يتم تقنين اوضاع الناس اللي زرعوا الارض بالفعل او تعويضهم عن الشجر المثمر. طبعا. بس ولكن بقيه الارض بالكامل تم ارجاعها الى هيئه التنميه الزراعيه. وفي 16000 فدان في منطقه الضبعه تم استقطاع ما يتعلق بكردونات المدن وزمام القرى، وبيت الارض بقت في حوزه هيئه التنميه الزراعيه. وهل في شركات تعدت على اراضي يا فندم على البحر مثلا او غيره؟ لا 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 لا, لا, لا ده هذا الكلام غير كلام الصحه، ولكن احنا كمان لو في مثلا بعض الشركات قدمت على مشروع استثمار سياحي وعقاري ولم تنفذه طبقا لقواعد العقد والتعاقد، يتم فحص التعاقد وسداد الارض الى الدوله. هذا الامر ده احنا مش عاملينه بالفعل. نعم، بشكرك سيادة اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح.